عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حكيم صاحب قناة المعلومة. قناة المعلومة هي قناة عودتكم على كل ما هو جديد ومفيد. اليوم جئنا لكم بسلسلة جديدة، سلسلة ترفيهية وتعليمية. وقلنا سلسلة تعرف على دواك هي سلسلة تعليمية نهدف من خلالها قراءة كل ما هو متعلق بالدواء. شكون منا اللي ما شراش الدواء؟ شكون منا اللي ما خداش الدواء؟ شكون اللي منا ما زارش الطبيب وكتب له الدواء؟ ولكن من منا كذلك كلف عن نفسه عن قراءة الورقة التي بداخل علبة الدواء؟ شكون فينا اللي عرف هالدواء هذا لاش كيليق من غير داكشي اللي قال له عليه الطبيب؟ شكون فينا اللي عارف المكونات ديال هذا الدواء؟ شكون فينا اللي عارف موانع استعمال ديال هذا الدواء؟ شكون فينا اللي عارف الكمية اللازمة لاستعمال هذا الدواء؟ كل هذا سوف نتطرق له في سلسلتكم، سلسلة تعرف على دواك. كل هذا بطريقة مبسطة لتصل إليك إلى العامة، وذلك في قناتكم، قناة المعلومة التي عودتكم على المعلومة بأبسط طريقة. انتظرونا في أول حلقات هذه السلسلة مع أول الضيوف، وهو ضيفنا الذي يعني موجود في أغلب البيوت، وهو دواء دوليبران في أول حلقات. فانتظرونا على قناتكم، قناة المعلومة. إذا كنت أول مرة تشاهدوا هذا الفيديو، نقوم بالاشتراك، تفعيل زر الجرس ليصلكم باقي الحلقات، وكذلك زر الإعجاب وتعليق إذا كان يعني لديكم أي استفسارات أو أي شروحات تودون أن نقدمها لكم في سلسلتكم.